في ألمانيا نجح عمر مرموش في مواصلة تألقه بشكل كبير، وسجل طبعا فوز فريقه انتراكت فرانكفورت على هايندهايم 4-0، هدفين الأول والثالث كانوا ببصمة عمر مرموش علشان يرفع مرموش رصيده من الأهداف للهدف رقم 13 بفارق هدف وحيد عن هاري كين اللي مسجل 14 هدف، ويرفع انتراكت فرانكفورت رصيده للنقطة 26 في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر ب30 نقطة. تألق كبير جدا من نجمنا المصري والثنائي الأفضل في إفريقيا في التوقيت الحالي، سواء إذا كان محمد صلاح وعمر مرموش، ولو الأمور على فكرة مشيت بالشكل الحالي هنشوف لأول مرة منافسة مصرية خالصة في الموسم المقبل على جائزة الأفضل في إفريقيا وأوروبا ما بين صلاح ومرموش. مرموش هو اللاعب الأكثر مساهمة على فكرة في الدوريات الخمسة الكبرى، عمر مرموش محقق 20 مساهمة تهديفية مع انتراخت فرانكفورت، وهاري كين 19 مساهمة تهديفية مع بايرن ميونخ، محمد صلاح 18 مساهمة تهديفية مع ليفربول، وليفاندوفسكي 17 مساهمة تهديفية مع برشلونة، ورافينيا 17 مساهمة تهديفية مع برشلونة.